هاد العبارة الشهيرة دائما كترجعنا لأيام الطفولة وأيام مسلسل الكرتون الشهير السنافر. قبل ما نعرفكم على حقيقة السنافر، نتعرفوا عليهم أولا ونعطيكم اختصار على القصة ديال السنافر في الكرتون. السنافر عبارة عن مسلسل رسوم متحركة أمريكي بان عام 1981 من قبل شركة هانا، وكيتكون من 256 حلقة وفيها أيضا حوالي 421 قصة تعرضات في قنوات تلفزية أجنبية وعربية. بالنسبة للقصة اللي كنا كنعرفو في الصغر ديالنا، هي أن الرجل العجوز المشعوذ المعروف باسم شرشبيل كان كيعيش في قلعة في نواحي الغابة، وكان معاه قط معروف باسم هرهور، وكان دائما كيحاول يقضي على الكائنات الزرقاء الصغيرة للاسم ديالها سنافر. فشرشبيل دائما كيدبر في المكائد للسنافر وكيحاول يشدهم باش ياكلهم وتولي عنده قوة سحرية أو يردهم إلى ذهب، وهو كيقدر يشدهم ولكن في الأخير كيهربوا ليه. فالسنافر كما مذكورين في الرسوم المتحركة أنها كائنات كتسكن في منازل الفطر، وكل سنفور عنده صفة كتساعدهم باش يعيشوا بسلام. وكان منهم سنفور حاكم، سنفور شجاع، سنفور مغرور، سنفور الجميلة، وما نساوش بابا سنفور اللي هو القائد ديالهم والحكيم فيهم. هكذا كانت القصة في المسلسلات الكرتونية. قبل ما نبدأ القصة الحقيقية، عمركم تسألتوا عن حقيقة السنافر وشرشبيل؟ ولكن إلا قلت لكم أن شرشبيل في الرواية الأصلية ماشي هو الرجل السيء، نبدأ القصة. فالرواية كترجع للقرن 12 أو 13، هي قصة حقيقية أن الشرشبيل كان مجرد كاهن فقير كيعيش في قرية صغيرة شمال إسبانيا. كان معروف بطيبة القلب ديالو ومساعدة ديالو للناس، ولكن الأم ديالو تخلت عليه بسبب الفقر، فاضطرت تحطه قدام باب الكنيسة اللي كان الاسم ديالها برج الجرس الأسود. فاضطروا رجال الدين الموجودين في الكنيسة يربيوه حتى كبر شرشبيل ولا كاهن الكنيسة، وحلف باللي يدير ما في جهده باش يحارب الشر. وبسبب هاد الطيبة الكثيرة اللي فيه، القصة كتقول أن الملك عزرائيل نزل من السماء باش يعاون شرشبيل في القضاء على الشر في العالم. ونقدر نقول أن الملك عزرائيل في المسلسل الكرتوني كيتمثل على الشكل القط هرهور. إذن من هنا كنقول أن شرشبيل وهرهور كيمثلوا الجانب الصالح في القصة الأصلية. والآن أندويو على السنافر اللي كانوا كيمثلوا الجانب الشرير في الرواية. فكتقول الرواية أن السنافر كتمثل الأرواح الشريرة وكتكاثر في أيام اكتمال القمر، وهذا الشيء باستخدام طلاميس وتعاويذ سحرية. وحسب الرواية الأصلية فالسنافر كتمثل الخطايا السبع المميتة، واللي هي حسب الديانة المسيحية هي سلوكات كتدفع الإنسان للوقوع في الخطيئة والفاحشة، وهي الغرور، الجشع، الشراهة، الحسد، الشهوة، الغضب والكسل. وهذه الصفات كانت في السنافر، بحيث أن الجشع كان من صفات السنفور الطماع اللي كان ما كيتشاركش الأغراض ديالو مع الآخرين. أما الشراهة فكانت من صفات السنفور الأكول اللي كان كياكل بدون توقف. أما الخطيئة الغرور فكانت من صفات سنفور مغرور اللي كان دائما هز المرآة ديالو وحاضي غير النفس ديالو فقط. الغضب كان كيتمثل في سنفور غضبان
اللي كان دائما معصب وتا حاجة ما عجبه. الكسل كان كيتمثل في سنفو الكسول اللي دائما ناس. أما الشهوة اللي هي الحب المبالغ فيه للشخص أو الشيء، وهذا الصفة كانت في السنافر كلهم، حيث أنهم كلهم كيبغيو سنفورة البنت الوحيدة وسط القبيلة. وآخر وحدة هي الحسد اللي كان متمثل في سنفور الفضولي، حيث أن الفضول كيتزداد يعني كيؤدي إلى الحسد. بابا سنفور اللي كان حاكم القبيلة والقائد ديالها بالتياب ديالو اللي عبارة عن قبعة وسروال باللون الأحمر واللي كيمثل الشيطان، أي أنه أساس الذنوب اللي كتقتل النفس البشرية. هادشي علاش شرشبيل بغى يقضي على السنافر، حيث هما أصل الشر في الحياة. هكا كانت القصة الحقيقية للسنافر. وطبعا قصة السنافر ما كانتش مكتوبة في كتاب، كانت فقط رواية كتداول بين الناس في أوروبا والرهبان. وأول مرة تكتبت القصة السنافر كانت سنة 1958 من طرف الرسام البلجيكي بيير كوليفر، اللي غير القصة الأصلية بشكل كامل ورسم شخصيات كرتونية للأطفال وسماهم السنافر، اللي خلى الشكل ديالهم محبوب عندهم. ورد شرشبيل هي الشخصية السيئة في القصة. فهذا ما كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى القصة تنال الإعجاب ديالكم، فما تنساوش تدعموا القناة باللايكات وتشاركوا القناة باش يوصلكم كل جديد.